هنروح لميار شريف نجمتنا في التنس الارضي. هي كنا جبنا اخبارها من حلقتين في بطوله طبعا كلينا للتنس بتشيلي، وهي دي بطوله مهمه جدا لميار الشريف عشان تجمع نقاط ترتقي بها في التصنيف العالمي. عايز اطمنكم الحمد لله ميار شريف تصعد لنهائي بطوله كلينا للتنس بتشيلي. ميار شريف لاعبه منتخبنا الوطني للتنس الارضي ونجمه النادي الاهلي اتاهلت لنهائي بطوله كلينا الدوليه واللي بتتلعب في تشيلي في الفتره من 7 الى 13 نوفمبر اللي احنا فيه، ومجموعها او مجموع جوائزها 115,000 دولار. ميار كانت صعدت للنهائي بعد فوز على الامريكيه كارولين بمجموعتين لواحده من قبل النهائي، وجت نتائج المجموعات كالتالي 7-6 4-6 7-6. ميار كانت بدات مشوارها في البطوله بالفوز على بطله تشيلي بمجموعتين، وبعد كده فازت في دور ال 16 على بطله التشيك، وبعد كده في دور الثمانيه فازت على بطله امريكا ايما نافورا بمجموعتين لما فيش، يعني طريقها ما كانش مفروش بالورود الى النهائي، ولكن فازت على ابطال دول مصنفه او دول كبيره وابطال مصنفين يمكن اعلى منها كمان. ميار طبعا لسه فايزه ببطوله برما الدوليه اللي اتلعبت طبعا منذ فتره، وفازت فيه طبعا على فوزها على اليونانيه ماريا سكاري المصنفه رقم 7 عالميا. يعني الحمد لله ميار ماشيه بشكل جيد. اللي عايز اقوله ان ميار في بدايه مشوارها هذا الموسم اتصابت في مشط القدم، ولكن اتعالجت ورجعت تاني، والحمد لله بقت دلوقتي من الاحسن 50 لاعيبه على مستوى العالم. ان شاء الله تسير على خطى انس جابر طبعا التونسيه الشقيقه اللي طبعا نجحت النهارده تكون ثالث العالم في انجاز كبير جدا للتنس الارضي العربي والافريقي، ان حد يوصل لهذا الارتقاء في المستوى العالمي او التصنيف العالمي زي انس جابر. كل التوفيق لميار، ان شاء الله تستطيع ان هي تحقق نفس اللي حققته واحسن ان شاء الله ميار الشريف تحقق اللي حققته انس جابر باذن الله.